رغم كابوس انتشار فيروس كورونا، لا يبدو الخوف على وجوه هؤلاء الشباب الذين خرجوا للتظاهر في البصرة مؤكدين أن ثورة تشرين ما زالت مستمرة. المتظاهرون وزعوا الكمامات الطبية وأقنعة الوجه بين زملائهم قبل أن يتوجهوا لإكمال التظاهرات المطالبة بإسقاط النظام ومحاسبة رموزه بما ارتكبوه بحق العراقيين. لا فيروس إلا الأحزاب الحاكمة، يقول أحد متظاهري البصرة ساخراً، فخطر الطبقة السياسية لا يقل عن خطر تفشي كورونا إن لم يكن أخطر. نطلع مظاهرات ومسيرات طلابية حاشدة وكل أسبوع إن شاء الله، وما خوفنا كورونا، لأن الكورونا هي أحزابنا اللي 16 سنة صار لها تحكم، هي هاي الكورونا، هو هذا الوباء، هو هذا الفيروس، مو مرض. إحنا العراقيين ما نخاف من هيك، لأن صار لنا 16 سنة متعودين على هذا الفيروس. عمليات التعقيم والتنظيف في ساحة اعتصام البصرة وأماكن التظاهر الأخرى لا تتوقف بجهود المتطوعين والمسعفين المنتشرين في الساحات. لا أحد من المتظاهرين في البصرة مهتم بأمر فيروس كورونا، فقد مروا بما هو أخطر وأقسى كما يتحدث بعضهم. كل يعني تقريبا جاي بس كما واصل جاي انزحف. ثاني شغلة المعقمات مستمرة، حتى يعني هذا الأسبوع جو عقموا الخيام كلها، يعني بالاتفاق كان مع الخيام، زائد إنه إحنا يعني معقماتنا الخاصة جاي نجيبها ويانا، صوابيننا هم كنا نجيب بيتول وكذا على مود نتحامى. شغلة ثانية أنا برأيي إنه إحنا كمتظاهرين ما راح ترجعنا كورونا، يعني ما راح يرجعنا فيروس، يعني إحنا هواي أشياء صارت ويانا ما رجعتنا، فمستحيل فيروس يرجع. الفشل الحكومي في التعامل بجدية مع انتشار فيروس كورونا وعدم اتخاذ إجراءات حقيقية في مواجهة الفيروس أمور أثارت سخرية واسعة بين العراقيين، لا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي. فالسلطات اختارت ومنذ البداية مواجهة المناهضين لفسادها وفشلها بكل الطرق بدلاً من مواجهة كورونا.